طيب يونت 12 و13 الانترنال كنترول، يعني ايه الانترنال كنترول وايه قصته وايه تاريخه؟ بدا منين؟ ايه الفرق ان انك كمحاسب تطبق المعايير وتطبق الانترنال كنترول؟ الانترنال كنترول يا جماعه حاجه مدعمه بالقانون، يعني قانونا لازم يبقى عندك انترنال كنترول لبعض الشركات زي ما هناخد، لكن معايير المحاسبه اصلا لو انت قلت في معايير المحاسبه مفيش محاسب قانوني هيروح يعمل لك محضر في القسم مثلا، لانك ما خالفتش القانون، انت خالفت الايه؟ معايير اعداد القوائم الماليه، ماشي. هيبلغ المساهمين وده اخره، ما عندوش حاجه ثانيه يعملها معايا، يقول لك يا جماعه القوائم الماليه دي لا تعبر بصدق وعداله عن المركز المالي للشركه. لكن في الانترنال كنترول ده سبورتد باي لو، يعني ايه؟ يعني حضرتك خالفت تعليمات الرقابه الداخليه او ما عملتش رقابه داخليه يبقى حضرتك خالفت الايه؟ القانون. يعني حضرتك تخش محكمه كل حاجه. كل حاجه، الشركات اللي ما تلتزمش بالرقابه الداخليه بتغرم افرادها 100,000 دولار. يعني المدير بتاعها يتغرم 100,000 دولار ويتحبس 5 سنين. والشركه تدفع مليون دولار غرامه، يا نهار ابيض ده الرقابه الداخليه ده موضوع كبير قوي. وانت محاسب مفترض يكون عندك القدره على 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 انك تعمل القواعد الماليه تقل المعايير زي ما هناخد في يونت 1 و 2 و 3، وانك تنفذ اجراءات رقابيه قويه لو انت كشركه بتنطبق عليك الشروط اللي هي ايه؟ قالها القانون. يعني القانون الزم شركات معينه بان يكون عندها انترنال كنترول، فموضوع كبير جدا. طب بدا منين؟ القصه يا جماعه بما ان الشركه بتاعتنا امريكيه الموضوع بدا قديم قوي. القصه بدات سنه 1977. امريكا سنه 1977 اصدرت قانون اسمه الفورين كوربريت براكتس اكت. امريكا اصدرت قانون سنه 77 اسمه الفورين كوربريت براكتس اكت. القانون ده الحقيقه يعني لغايه النهارده امريكا بتفتخر بالقانون ده. لسبب ما هوش علاقه بالانترنال كنترول وهنتكلم عنه، لكن القانون فعلا هم على حق في الموضوع ده. ايه القانون ده؟ الفورين كوربريت براكتس اكت قال حاجتين مهمين قوي. قال لك كل الشركات البابليك، يعني ايه الشركات البابليك؟ بص يا جماعه في امريكا الشركات نوعين. الكمباني في امريكا نوعين، شركه بابليك وشركه نون بابليك. يعني ايه يا جماعه شركه بابليك؟ شركه يتداول اسهمها في البورصه، شركه مساهمه، اكتتاب عام، بابليك. شفت حتى كلمه بابليك دي جايه منين؟ من الاكتتاب العام. نون بابليك يعني شركه برايفت، حتى لو شركه مساهمه برايفت فهي نون بابليك، يعني مش مطروح اسهمها للبابليك. فالقانون ده بيسعى على الشركات البابليك مبدئيا. طب عايز مننا ايه ايها القانون؟ قال لك كل الشركات البابليك اللي في امريكا لازم يكون عندها افكتيف انترنال كنترول، لازم يكون عندها رقابه داخليه قويه. فده اول حاجه. يبقى لازم تمنتين سيستم اوف انترنال كنترول يكون افكتيف، يكون فعال. وهنشوف يعني ايه كلمه افكتيف، لان افكتيف القانون لما قالها خلي بالك انا جاي نص قانوني دلوقتي. يعني ايه ناحيه تنفيذيه؟ يعني لازم يفسر مظبوط واللفظ يكون مظبوط، يعني صح؟ ما قانون مش المحامين يقعدوا يدرسوا كل بنود القانون عشان يطلع بس ثغره، صح ولا لا؟ فبيقول لك ان لازم الانترنال كنترول ده يكون افكتيف، يعني لو انت عندك انترنال كنترول مش افكتيف يبقى ما عندكش انترنال كنترول. يبقى ما عندكش افكتيف او سكسسفول انترنال كنترول سيستم، رقابه داخليه. طيب القانون الماده الاولى فيه او ماده منه قالت ان على الشركات البابليك اللي احنا بنسميها الايشور، ساعات بنقول عليها الايشور، الشركات اللي بتداول اسهمها في الايه؟ في البورصه يعني، ده ايشور، بيشور كومن ستوك وبريفيرد ستوك. لازم يكون عندها انترنال كنترول يكون افكتيف، وهنشوف يعني ايه كلمه افكتيف انترنال كنترول فعال. قال ايه القانون تاني؟ قال لك برضه لازم الشركات دي يكون عندها تكيب ريكورد وترانزاكشنز، يعني ايه؟ تحافظ على السجلات بتاعتها والدفاتر اللي بترفلكت القوائم الماليه اللي هي اصدرتها فتره من الزمن على حسب تعاملها الشركه وعلى حسب القانون. يعني مثلا عندنا في مصر يقول لك لازم تحتفظ بالشركات بتاعتك 5 سنين،
وبعض الشركات 7 سنين انت فايت المسجلات. يعني ما ينفعش مأمور ضرائب ينزل يفحص عليك انت فايت المسجلات وتقول له اصل احنا حرقنا السجلات، يقول لك هات المبيعات السنه اللي فاتت، تقول له ما هو ضاعت اصل احنا مالناش لازمه. القانون بيلزمك انك تكيب ريكورد بيرفلكت الفاينانشال ستيتمنت ريزنبل ريفلكت، بتكيب ريكورد وترانزاكشن بيرفلكت الفاينانشال ستيتمنت بتاعتك على حسب نوع الشركه. طبعا القانون بينظم الكلام ده، غالبا بيكون الافريج 5 سنين. يبقى القانون اللي اتعمل في امريكا سنه 77 فورين كوربريت براكتس اكت اتكلم في حاجتين مهمين قوي او ثلاثه. الحاجه الاولى ان انت لازم يكون عندك افكتيف انترنال كنترول، وحط تحت افكتيف كذا خط وهنشوف يعني ايه افكتيف. تاني حاجه ان انت لازم يكون عندك ايه كي ريكورد بيرفلكت الفاينانشال ستيتمنت بتاعتك فتره ريزنبل بريد موافقه طبقا للقانون، عشان لما نطبق بالترانزاكشن بتاعتك انك تبروف المبيعات والمصروفات تقدر ايه تقدمها لنا. الحاجه الثالثه اللي هي امريكا بتفتخر بيها زي ما قلنا لغايه النهارده، انها منعت الجريب او الرشوه. يعني قالت لك الرشوه مجرمه بالقانون، اي رشوه تقدم لفورن اي فورن كومباني يتعاقب مقدم الرشوه طبقا للقانون 77. الرشوه يا جماعه مجرمه بالقانون، احنا عندنا رشوه يعني مجرمه، ولكن ايه القانون ممكن يكون مش فعال مش مستخدم، لكن في امريكا بيجرموا الرشوه من سنه 77 وبيقولوا الكلام ده لغايه النهارده، بيقول لك احنا من 77 واحنا مجرمين الرشوه. والقصه دي يا جماعه هندرسها برضه في برضه طول التفصيل، يعني هندرس القانون ده بالتفصيل شويه اكتر من كده برضه. ان الشركات الامريكيه ممنوع تدي رشوه حتى الشركات اللي ليها فروع خارج امريكا. يعني حضرتك لو انا خارج امريكا، لو انا في مصر فاتح فرع للشركه بتاعتي واديت رشوه او في السعوديه او في الجزائر او في تونس او في المغرب او في البحرين اي دوله، واديت رشوه قال لك ممنوع تدي رشوه لموظف حكومي كشركه امريكيه، تدي رشوه لموظف حكومي في اي حته في العالم، وادي بقى القانون ده في امريكا. يعني انا في مصر اتعاقد في امريكا اه، انا في السعوديه اتعاقد في امريكا اه، انا في اليمن اتعاقد في امريكا اه. يبقى القانون ده بيقول لك ممنوع شركه امريكيه الجنسيه. ده بقى بره ولا جوه؟ ده بيتكلموا عن بره. تدي رشوه لجهه حكوميه او موظف حكومه او عضو مجلس الشعب او حاجه تو فاسيليت البيزنس بتاعها في الـ في الـ في الكانتري دي ممنوع. امريكا بتحصن على الشركات الامريكيه انها تدي رشوه في الداخل او في الخارج. انت شركه امريكيه اشتغل طبقا لقانون الدوله. وحطوا بعض استثناءات بسيطة هندرسها برضه، مش برضه ما عندناش التفاصيل دي برضه، إن لو الشركة ديت إن ده الرول في الدولة، وإن أنت مش بتاخد حق أكتر من حقك، بس ده ليه فاسيليت، وإن ده الطبيعي بتاع الدولة، ساعات بتقدر يعني تعدي. في دول عادي جدا إنك تدخل يعني موظف المرور ده موظف عادي. ما أنا ممكن أديله فلوس مش عشان يديني حاجة زيادة، مش هيديني سنة زيادة هي نفس السنة بتاعتي، بس ده الرول يعني دي الثقافة دي الكالتشر بتاعت الشعب. هنعمل ايه؟ قال لك لا دي ما تعتبرش، لأن خلي بالك أنت كان في قانون، فالشركات قلقت. ما أنت كده أنت كده مذنب بالنسبة لي، أنت راجل مذنب بالنسبة لي. فطبعا الموضوع كان واضح جدا وهندرسه بالتفصيل في برضه. يبقى احنا بنتكلم عن قانون سنة 77 تم إنشاؤه، عندنا فيه 3 حاجات مهمين جدا اللي عايزينهم في بارت 1. أول حاجة إن على الشركات إنها تجيب ريكورد فترة كافية ريفلكت القواعد المالية بتاعتها. 2 ان الشركات يكون عندها سيستم قوي للرقابة الداخلية افكتيف انترنال كنترول، حط خط تحت كلمة افكتيف. ثالث حاجة ان الشركات اللي ما ينفعش انها تفاسيليت الشغل بتاعها من خلال الرشاوى او ترانزاكشنز فيها فروض او الى اخره. امريكا مشيت من سنة 77 بالقانون ده. طب الموقف المالي كان ايه؟ من سنة 77 في امريكا كانت الموقف المالي اللي هي المحاسبه والمراجعه والحاجات دي. كنا بنعمل القواعد الماليه الفاينانشال ستيتمنت دي، الشركات بتعيد القواعد الماليه بتاعتها كل سنه طبقا لايه؟ طبقا لستاندرد للمعايير بتاعت المحاسبه. يعني المدير اللي هيعيد القواعد الماليه طبقا لايه؟ للجاب معايير المحاسبه الامريكيه.
جنرالي اكسبتد اكاونتنج برنسبلز. الناس بتعيد القواعد الماليه من سنه 77 ملتزمين بالقانون، الشركات البابليك بتنفذ الاجواء المحاسبيه في امريكا من سنه 77 كان ده الوضع بتاعها، ان القواعد الماليه تعد تكون المعايير المحاسبيه، ده كان الفريم ورك بتاعها. ويجي راجل اسمه اوديتور بيسموه في امريكا السي بي اي اللي هم الاوديتورز في امريكا. الراجل ده بيعمل ايه؟ بيعمل اوديت على الفاينانشال ستيتمنت، بيعمل عليها اوديت ويتاكد انها ايه؟ تم اصدارها طبقا ايه؟ للمعايير دي. عشان يقدر يعمل الكلام ده هو لازم كمان يلتزم بالمعايير بتاعته. ما هو عشان يعرف يقول ان القواعد الماليه الفاينانشال ستيتمنت فيرلي بريزنتد، ما هو بيعمل اوديت يعني ايه؟ يعني بيقول ان الفاينانشال ستيتمنت بتاعت الشركه دي فيرلي بريزنتد، انها يعني معموله بشكل فير او بتعبر عن او بترفلكت المركز المالي للشركه كويس؟ اكوردنج لايه؟ لمعايير المحاسبه. هو بيكتب كده في التقرير بتاعه اكوردنج للجنرال اكسبتد اكاونتنج برنسبل اليو اس اي. وبالتالي عشان يقدر يعمل الكلام ده بكفاءه وباقتدار عملنا معايير المراجعه اللي هتساعده في الكلام دوت. فكان معايير المراجعه في امريكا اسمها بالجاز جنرالي اكسبتد اوديتنج ستاندرد. والمعايير دي ما كانتش بتفرق ما بين شركه بابليك وشركه نون بابليك، وبرضه معايير المحاسبه ما كانتش بتفرق ما بين شركه بابليك وشركه نون بابليك. وبالتالي الدنيا كانت ماشيه، الاوديتور شايف شغل، لما بتقابله شركة بابليك بيركز على القانون، بيشوف الشركة ملتزمة بالثلاث بنود اللي ولا لا، وبيستخدم معاييره عشان يتأكد من ايه؟ الكواليتي اوف فاينانشال انفورميشن اللي جاية في القواعد المالية، ويتأكد ان القواعد المالية تم اعدادها طبقا لايه؟ لمعايير المحاسبة الأمريكية. ايه اللي حصل؟ فضلت أمريكا ماشية بالسيت اب ده لغاية سنة 2001 لما حصل تواطؤ ما بين مكتب المحاسبه، مكاتب المحاسبه الكبيره، وبعض الشركات. وشفنا بقى فضائح في 2001، تواطؤ وسجلوا اصول وهميه وسجلوا التزامات مش عارف ايه واخذوا التزامات وسجلوا اصول وشركه كانت بابليك وده رسمها في البورصه، وبنتكلم على فكره في مليارات الدولارات كان فرود، وكان في مشكله كبيره جدا هنتكلم عن الشركات دي بالاسم. يعني وصلت الخسائر او الاصول الوهميه اللي اتسجلت او الالتزامات اللي تم انتزاعها من القواعد الماليه على عمد او تواطؤ ما بين الاوديتور والفاينانشال والمانجمنت او الشركات دي لارقام وهميه، ارقام خياليه يعني مقادير مليارات. يعني هنشوف هنراجع الارقام دي بالتفصيل، يعني مش موضوعنا دلوقتي، ولكن حصل مشكله في امريكا قاسيه جدا على امريكا. وبالتالي بدات امريكا تفتش في دفاترها القديمه، هو احنا ايه اللي وصلنا للكارثه دي؟ ازاي يحصل تواطؤ ما بين الاوديتورز والمانجمنت بتاع الشركات ديت ويصدروا قواعد ماليه مش حقيقيه ومش بترفلكت الواقع بتاع الشركات؟ ما هو يعني يا جماعه حطيت اصول وهميه، حطيت اراضي انا ما عنديش اراضي، رحت للبنك الدولي قلت له اديني قرض على الاراضي راح مديني، انا ما عنديش اراضي اصلا. شفت بقى كسب القصه كبيره صح؟ قال لك لا احنا عايزين لو السيت اب ده مش هيمشي معانا الفتره اللي جايه لازم نعمله. ايه اللي حصل؟ امريكا جت سنه 2002 بعد ما درست من 2001 ل 2002 المشكله دي اصدرت قانون اسمه السيرفس اوبسيدي اكت. قانون اصدرته امريكا بعد ما درست ايه طبيعه المشكله، درست قانون 77، درست المعايير بتاعت المراجعه ومعايير المحاسبه عشان تشوف ازاي احنا وصلنا للكارثه دي وازاي البنوك اتاثرت في الازمه دي وخسرت شركات تامين وحوارات كبيره جدا حصلت في 2001 خلت امريكا تصدر قانون اسمه السيرفس اوبسيديات. السيرفس اوبسيديات القانون تم اصداره في امريكا سنه 2002، اصدره الكونجرس الامريكي، وبالتالي قانون فيدرالي. يعني ايه يا جماعه؟ يعني في امريكا القوانين ليها نظام،
في حاجه اسمها الستيت لو والستيت لو او الفيدرال لو. يقول لك قانون فيدرالي، يعني ايه قانون فيدرالي؟ يعني يزري على كل الولايات المتحده الامريكيه. لكن الستيت لو ده قانون الولايه، يزري على الولايه. يعني انت لو عايش في كاليفورنيا تخضع لقانونين، قانون الستيت بتاع كاليفورنيا وقانون الايه؟ الفيدرال اللي هو بيسري على كل الولايات المتحده الامريكيه. فلما بنتكلم عن السيرفس اوكسلي اكت او بنتكلم على الفورين كوربريت براكتس اكت، احنا بنتكلم على قانون ايه؟ فيدرالي، يعني بيسري على كل الناس مش على ناس معينه. ايه اللي حصل وايه اللي مزعلهم والسبب دوت لما رجعوهم؟ ايه المشكله اللي لقوها؟ قال لك اكتر مشكله لقوها لما رجعوا يشوفوا ايه الويكنس بوينتس اللي عندهم خلت امريكا توصل لمرحله 2001 كانت فضيحه. شركات كبيره ومكاتب محاسبه كبيره جدا، شركات كبيره جدا. قال لك المشكله اكبر مشكله لقيناها هو الانترنال كنترول. اكبر مشكله لقيناها ان السيت اب بتاع مدى التزام الاوديتور والمانجمنت بالرقابه الداخليه لقيناها لسه ايه؟ فيها خلل. لقينا الاستراكشر ده مش مظبوط، في خلل. فقال لك بس احنا عايزين نعيد صياغه القانون ده، فاصدروا قانون السيرفس اوكسلي اكت عشان يحطوا ريسبونسابيلتي مور ريسبونسابيلتي على الاوديتور والمانجمنت. اصدروا قانون عشان يحطوا ريسبونسابيلتي زياده على الاوديتور دور وعلى المانجمنت اللي بيعملوا قوائم ماليه دول. خلوهم ايه؟ عندهم مسؤوليات اكتر ناحيه الايه؟ وركزوا قوي على الرقابه الداخليه. قال لك هي الرقابه الداخليه دي المشكله. بناء عليه قعدوا بعد 2002 بقى الوضع بقى عامل ازاي دلوقتي في امريكا؟ مسكوا حاجه حاجه. قال لك الفورين كوربريت براكتس اكت ادينا اصدرنا قانون تاني. طيب حلو قوي. الفاينانشال ستمنت يا اوديتور او يا مانجمنت بتعملوها ازاي؟ قال لك عادي بنعملها طبقا للجاب. قال لك ما عندناش مشكله، ما عندناش اي مشكله مع الجاب. هو مين اللي مسؤول عن الانترنال كنترول؟ قال لك اللي مسؤول عن الانترنال كنترول هم المانجمنت. ماشي، والمانجمنت بيطبقوا الجاب، ما عندناش مشكله. شركه بابليك وشركه نون بابليك، ما عندناش مشكله في الجاب، لان كده كده الشركه بابليك عليها التزامات زياده ناحيه هيئه سوق المال والالتزام بمعايير معينه زي الرفع الماليه مش عارف الشركه، يعني كده كده ما عندناش مشكله في السيت اب ده. مشكلتنا في الاوديتور دلوقتي. ايه المشكله؟ هو انت يا اوديتور بتراجع القواعد الماليه وتبدي رايك عليها؟ قال لك اه، انا بعمل شويه ايفيدنس، بجمع ايفيدنس، بكولكت ايفيدنس، بعمل شويه بروسيجرز اجراءات المعايير اللي ادي عليها عشان اكولكت ايفيدنس تو فورم ان اوبينيون عشان ابدا اصدر رايي على القواعد الماليه. وبقول ان الفاينانشال ستيتمنت ديت بطلع حاجتين، بقول هي فيرلي بريزنتد ولا نوت فيرلي بريزنتد. يعني ايه؟ يعني القوائم الماليه تعبر عن المركز المالي للشركه ولا لا تعبر عن المركز المالي للشركه؟ طب ايه الفريم ورك بتاعك يا اوديتور في انك تفورم الاوبينيون ده؟ قال لك الفريم ورك بتاعي هي معايير. همسك بند المخزون في القوائم الماليه، هل لما يعرف طبقا المعايير او يبقى فيرلي بريزنت؟ خلف المعايير يبقى نوت فيرلي بريزنت. فسال الناس سؤال، قلنا له طب وانت ايه علاقتك بالانترنال كنترول؟ هنا بقى كانت المشكله اللي امريكا استشعرتها في سنه 2002 واضطرت ليها انها تعمل كل التعديلات. قال لك انا ببص على الرقابه الداخليه. ببص على الرقابه الداخليه لاغراض الاوديت. يعني المعايير بتاعتي الجاس قالت لي يا اوديتور انت عشان تعمل اوديت بروسيجرز قويه لازم تاخد في الاعتبار تاثير الرقابه الداخليه على شركه. يعني شركه يا جماعه بتحكم الرقابه على الكاش. عامله اذن صرف نقديه وطلب صرف وعامله رقابه داخليه على الكاش. الاوديتور هو بيبحث مش بيرتاح اكتر؟ طب شركه ما عندهاش بقى بينزل مجهود اكبر. طب هو لو بياخد عينه، ياخد عينه كبيره وياخد عينه صغيره صح؟ ممكن هيكبر العينه كلها. ده كان الانترنال كنترول نوت افكتيف. ولما كان الاوديتور ايه؟ بيكبر العينه بتاعته عشان خاطر ايه؟ يقلل الريسك، مخاطر المراجعه، انه يقول ان القواعد الماليه فيرلي بريزنتد وهي نوت فيرلي بريزنتد، ده ريسك على الاوديتور. صح ولا لا؟
فالاوديتور رد قال كده، انا ببص على المكتبه الداخليه عشان اشوف التايمنج والنيتشر والاكستنت بتاعت الاوديت بروسيجرز بتاعتي. يعني هفحص هاخد عينه كبيره ولا صغيره؟ هعمل سترونج بروسيجرز ولا ليس سترونج بروسيجرز؟ هعمل اجريسيف بروسيجرز على الشركه دي ولا ليس اجريسيف بروسيجرز؟ على حسب. قال لك الريسك بتاع الرقابه الداخليه كلما كانت الشركه عندها رقابه داخليه قويه كلما انا كاوديتور المخاطر بتاعت المراجعه عندي ايه؟ قلت شويه. فممكن اخد عينه ريزنبل. كلما زاد الريسك يعني الريتيرن كنترول كان مش كويس كلما زودت العينه. قالوا له بس، قالوا له بس المعايير بتاعتي قالت كده. فانا ببص على الانترنال كنترول في الشركه عشان اخدم بيها شغلي مش عشان ادي رايي على القوانين اللي على الانترنال كنترول. يبقى الاوديتور لا يدي رايه على الانترنال كنترول طبقا للنظام ده، نظام امريكا القديم ده. لكن الاوديتور بيبص على الرقابه الداخليه لو لقاه ضعيف يزود العينه بتاعته. يعمل اجريسيف بروسيجرز، يعمل سترونج بروسيجرز، لكن ما يروحش يقول لهم الرقابه الداخليه ضعيفه لانه مش دورهم يدي رايه على الرقابه الداخليه. ولو قال لهم ما هوش التزام عليه، يعني ما فيش ما يلزم الاوديتور في امريكا انه يبلغ المانجمنت او الاونر او الببليك، لو قلنا الببليك، ان الناس دي عندها ضعف شديد في الرقابه الداخليه او حد ضعف شديد. ما فيش ما يلزم، بلغهم بلغهم ما بلغهمش خالص، ما هو مش ملزم. يبقى علاقه الفاينانشال علاقه المانجمنت اللي بيعمل القوائم الماليه بالانترنال كنترول كانت واضحه جدا وما عندناش فيها مشكله وخدنا الثقه زي ما هو ما قبل 2002 وادينا لي ما بعد 2002 ما عندناش مشكله الدنيا لطيفه جدا. مشكلتنا في الاوديتور انه بيقول انه بيبص على الرقابه الداخليه عشان يتاكد من مدى سلامه اجراءات المراجعه بتاعته. فبياخد من الرقابه الداخليه اللي يخصه والحته اللي هي هتساعده في شغله فقط. مش لهدف ابداء الرأي على الرقابه الداخليه في الشركات ولكن لهدف ايه؟ انها تساعده وتسهل عليه عشان يقدر يحدد العينه بتاعته والتايمنج والاكستنت بتاع المراجعه بتاعته. قال لك لا الكلام ده مش هيمشي معاك. ابتداء من 2002 كده الكلام ده مش هيمشي معاك. طب عملت ايه امريكا؟ قال لك بص يا اوديتور بقى حضرتك اللي هو الاوديتور او السي بي اي زي ما بنسميهم حضرتك هتعمل مش اوديت بس هتعمل حاجه اسمها انتجريتد اوديت. يبقى التعديل اللي هم عملوه انه قالوا بدل ما تعمل اوديت بس هتعمل انتجريتد اوديت. على القوائم الماليه دي شالت كلمه اوديت يعني انتجريتد اوديت يعني حضرتك هتدي رايك على حاجتين على الفاينانشال ستيتمنت انها فيرلي بريزنتد زي ما حضرتك قلت طبقا للنظام القديم ما عندناش مشكله فيه خالص. وهتدي رايك على الانترنال كنترول هل هو افكتيف ولا نوت افكتيف؟ عشان كده قلت لكم حطوا خط تحت كلمه افكتيف ولا نوت افكتيف. يبقى فيرلي اور نوت فيرلي بريزنتد او افكتيف او نوت افكتيف. يبقى حضرتك يا اوديتور ابتداء من سنه 2002 الشركات البابليك لازم تعمل لها انتجريتد اوديت وتقول لي في تقريرك حاجتين القوائم الماليه فيرلي ولا لا؟ فيرلي بريزنتد ولا نوت فيرلي بريزنتد؟ وتقول لي الانترنال كنترول افكتفنس او ايه؟ او نوت افكتفنس. فالاوديت طبعا ايه؟ ايه ده؟ هو انتوا عندكم مشكله هتشربوها لنا احنا؟ طب احنا مالنا ومال الكلام ده؟ انتوا دلوقتي انا كاوديتور الفريم ورك بتاعي واضح جدا في الجاب. ما عنديش مشكله ان انا اشوف القوائم الماليه تبقى للجاب وبالتالي الفريم ورك هنا للجاب. طب هنا ايه فريم ورك؟ هقول ان ده الموضوع افكتيف ديبند على ايه؟ اكوردنج ايه؟ مش لازم تديني معايير. ابص على المعيار ده اجراءات المراجعه على سلامه الصرف بالكاش او السلام النقدي. دي الاجراءات البوليسي والبوزيشن بتاعتها، طب دي كويسه ولا لا؟ هبص على المعيار على الفريم ورك لو لقيته اكوردنج للمعيار يبقى الانترنال كنترول قوي. لان من وجهه نظري كاوديتور الانترنال كنترول قوي في الشركه دي. بس انت لما تيجي تبحث عليا بما انك هتنزلني قانون، هو قانون يعني ايه؟ يعني انا مسؤول. طب انت دلوقتي لما تيجي تراجع عليا انا شايف ان هو قوي، انت بقى لما رجعت شايف ان هو ضعيف، مين اللي بيحكم بيننا؟ فين الفريم ورك اللي هنشتغل عليه؟ زي الجاب كده، الجاب واضحه، بيقول لك لازم تعالج المنظوم بالشكل الفلاني، الاهلاك لازم تعمله بالطرق الفلانيه. الدنيا واضحه، فعندي فريم ورك، لو انا ما التزمتش بيه او المانجمنت ما التزموش بيه، موافق، هتقدر تمسك عليا برضه. هنا
انا هقول لك الانترنال كنترول قوي اكوردنج لايه؟ مش لازم تديني فريم ورك. دي اول مشكله قابلتهم. تاني مشكله ان معايير الجهاز كده عايزه تتغير. انت دلوقتي هل القانون يسري ولا المعايير؟ القانون صح ولا لا؟ القانون وانتوا ظبطتوا المعايير. قال لك انا مش ما ينفعش نظبط المعايير. قال لك طب خلاص. بص بقى مش انت يا اوديتور عندك شركات بابليك وشركات نون بابليك؟ خلاص يا سيدي النون بابليك الجهاز بتاعتك اللطيفه دي احنا موافقين عليها. مفيش مشكله. اشتغل بمعايير المراجعه بتاعتك على الشركات النون بابليك والله ما عندنا مشكله. خلاص موافقين. طيب الشركه البابليك اللي هي مش سبب المشكله ما هي سبب المشاكل دي في الشركه البابليك. ودي اللي امريكا بتحميها. اصل امريكا هتحمي ليه شركه نون بابليك؟ احنا الثلاثه عملنا شركه وجبنا ناس اشتغلوها وبنوافق على كل حاجه داخله وخارجه فانا قاعد بحمي نام. لكن المشكله يا جماعه في شركات النون بابليك ان في انفصال غير ما بين الاداره والملكيه. حضرتك لو عندك سهم في شركه اوريجو هل ده يديك الحق انك تدخل تنفذ موظفه قاعده فرع في شركه اوريجو؟ مستحيل. انا مالك انا بقبضك اطلعي بره انت ازاي تكلميني؟ ما فيش حاجه اسمها كده. في انفصال تام ما بين الاداره والايه؟ والملكيه. هي دي الناس اللي هي ايه؟ لازم نحميها. لكن امريكا مش هتحمي شركه النون بابليك يعني خلاص اصحابها قاعدين فيها وهم اغلب مصلحتهم. يعني لو الجاز لطيفه بالنسبه لهم ما عندناش مشكله خالص. يبقى الشركه النون بابليك ما عندهاش مشكله امريكا في انك تعملها تقرا المعايير اللي بتقول لك انك تبص على الرقابه الداخليه لغرض ايه؟ مدى كفاءه وسلامه اجراءات المراجعه بتاعتك. ماشي حلو قوي الكلام اللطيف ده موافقين عليه. لكن اسفين جدا في الشركات البابليك لان الازمه اللي حصلت لي في 2001 مش هتتكرر معايا تاني. طيب احنا كده عندنا مشكله في المعايير. طب هنستخدم ايه؟ انت دلوقتي فصلت. قال لك استخدم معايير للشركه بابليك اسمها ايه؟ بابليك كومباني اكاونتنج اوفرسايت بورد. يبقى من سنه 2002 معايير المراجعه في امريكا للشركات البابليك اسمها ايه؟ بابليك كومباني اكاونتنج اوفرسايت بورد. دي يبقى كده الاوديتور من سنه 2002 بيبحث الشركات النون بابليك بالجاز والشركات البابليك بايه؟ بالمعايير الجديده. حتى بص اولها ايه؟ بابليك كومباني اكاونتنج اوفرسايت بورد. البابليك كومباني اكاونتنج اوفرسايت بورد الزمت الزمت الاوديتور انه يعمل ايه؟ انتجريتد اوديت. يعني ايه؟ يعني هنا هيقول ان الفاينانشال ستيتمنت دي فيرلي ولا لا؟ والانترنال كنترول افكتفنس ولا لا؟ طب وهنا؟ قال لك لا 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 الفاينانشال ستيتمنت فيرلي بس تبقى للمعايير دي ويبص على الرقابه الداخليه الاوراق بقى ايه؟ هم بقى يعيشوا حياتهم مع بعض ويقعدوا مع بعض ايه؟ يتصرفوا مع بعض. يبقى ابتداء من سنه 2002 امريكا اصدرت قانون او اسمه سايبر سكيورتي اكت والزمت الاوديتور انه يستخدم معايير جديده في مراجعه القوائم الماليه في الشركات البابليك. المعايير دي بتشتغل بالانتجريتد اوديت. يعني ايه انتجريتد اوديت؟ يعني يدي رايه على القوائم الماليه هل هي فيرلي بريزنتد ولا نوت فيرلي بريزنتد؟ ويدي رايه على الرقابه الداخليه. كده وصلنا المشكله. الاوديتور صوته وكانت حوار. بالمناسبه انا في الفتره دي كنت في امريكا في 2002 دي في 2001. الافكتيف انترنال كنترول كده اديني فريم ورك اشتغل عليه. اديني فريم ورك اشتغل عليه عشان اقول لك كده احنا هنختلف واكيد انا كده هتحبس. ما هو احنا خلاص انا هقول لك حلو هقول لك لا وحش. طب احنا الاثنين نروح لمين؟ فين الدستور او الفريم ورك اللي هقول بيه ان الانترنال كنترول ده قوي ولا ضعيف؟ بدات امريكا تدور حواليها. انتوا عارفين يا جماعه التعليم في امريكا بيعتمد على انستتيوت معين جهه معينه. دورنا لقينا جهه مهمه جدا في امريكا جهه تعليميه زي يا جماعه ما السي ام اي مسؤول عنها الاي ام اي والسي بي اي مسؤول عنها الاي اي سي بي والسي اي اي مسؤول عنها الاي اي اي. يعني كل شهاده او كل مهنه في امريكا ليها جهه مسؤوله عنها. فلما دورنا على الجهات المسؤوله عن الانترنال كنترول لقينا حاجه لطيفه قوي. لقينا كوميتي او جهه معينه بذل مجهود كبير جدا في الرقابه الداخليه وفي تعريف الرقابه الداخليه. الجهه دي اسمها السي او اس او كوميتي اوف سبونسرنج اورجانيزيشنز. كوميتي اوف سبونسرنج اورجانيزيشنز الجهه دي اكتر جهه او اكتر انستتيوت في امريكا عرفت الرقابه الداخليه واشتغلت عليها.
كوميتي اوف سبونسر وكده. فالقانون عمل ريكومنديشن للشركات انها تلتزم بمعايير زي معايير الجوده كده عشان نكون الايزو صح كده. فلما ندور على الرقابه الداخليه لقينا ان الجهه دي اكتر جهه حطت معايير للرقابه الداخليه. فاحنا ارتضينا كده بينهم البعض ان الجهه دي نعملها هاي ريكومندد وتكون هي اللي بتقول هي اللي بتدي المعايير والفريم ورك للاوديتور وللمانجمنت ان هم يطبقوا. طيب حليت انت دلوقتي مشكله الايه؟ الفريم ورك بتاع الرقابه الداخليه. جبت لي الكوميتي اوف سبونسرنج اورجانيزيشنز قعدت معاهم قولوا لي بقى انتوا عملتوا ايه؟ ايه رايكم في الرقابه الداخليه؟ يعني ايه الرقابه الداخليه؟ ايه دور الاوديتور؟ ايه دور المانجمنت؟ بدانا لما فهمنا ان هم عاملين حاجه كويسه قلنا خلاص الشركات كلها بابليك في امريكا تلتزم بالايه؟ بالمعايير دي وكانها معايير الجوده بتاعه يعني زي الايزو كده عشان نحكم بيها على مدى كفايه وسلامه الرقابه الداخليه للشركات. ومن هنا بدات السي او اس او جهه طبعا ما كانش حد يعرفها او كان يعني مجموعه معينه بتتعلمها ما ناخدش عددها. دلوقتي قانون بيغير كومنت عليها بدات الناس ايه؟ طب فين الكتب؟ طب انتوا شايفين ايه؟ طب الدوره المستنديه للكاش؟ طب الدوره المستنديه للاكونت ريسيفبل؟ طب الدوره المستنديه للمشتريات؟ طب اعمل ازاي الرقابه الداخليه؟ بدا ايه؟ الناس كلها تنتبه الى تعليمات السي او اس او على اعتبار زي ما انت بتلبس معايير المحاسبه عشان تعد قوائم ماليه. برضو انت دلوقتي ملزم انك تعرف ايه؟ معايير السي او اس او عشان تعمل رقابه داخليه. ما فيهاش هزار. مش هتلتزم بالرقابه الداخليه هتتحبس وتتسجن وتدفع غرامه والشركه تتغرم. ما مش هنحبس الشركه. هنحبس المسؤول في الشركه. وبالتالي السي او اس او بقت الجهه اللي كل الناس عايز تفهم طب هم ليه يعني لفت ايه اللي لفت نظرهم في الجهه دي خلتهم يركزوا عليها ويقولوا ان هي الجهه اللي احنا بنهايرهم منها. قال لك هي اكتر جهه عرفت الرقابه الداخليه. حطت تعريف قوي جدا للرقابه الداخليه. قالت يعني الرقابه الداخليه السي او اس او دي كوميتي اوف سبونسرنج اورجانيزيشنز. قالت ان الانترنال كنترول از ا بروسيس. حط خط تحت كلمه البروسيس دي. يعني الانترنال يعني انا مثلا يا جماعه مثلا اقول لك عايز اعمل رقابه داخليه في الشركه. اول حاجه تيجي في بالك ان انت هتعمل بوليسي وبروسيجرز اجراءات وسياسات صح؟ فعلا يا جماعه كل الجهات في امريكا لما عرفت الانترنال كنترول عرفته في ضوء السياسات والاجراءات كلهم شغلوا نفسهم بالحته دي. كان السي او اس هو اللي بيتكلم يا جماعه الانترنال كنترول هو بروسيس وسكت. ده كان التعريف. فلما رحنا ندرس يعني ايه كلمه بروسيس لقيناهم قسموا الانترنال كنترول الى 5 كومبوننتس. يعني قال لك الانترنال كنترول مش بس البوليسي والبروسيجرز اللي هي بنسميها كنترول اكتيفيتي. بنسميها كنترول اكتيفيتي. قال لك لا هي مش كنترول اكتيفيتي بس ده هي كنترول اكتيفيتي 1 اوف 5 كومبوننتس. يعني قالت ان الرقابه الداخليه 5 كومبوننتس. واحد انها كنترول انفايرمنت، اثنين انها ريسك اسسمنت، ثلاثه انها كنترول اكتيفيتي اللي كل الناس بتتكلم عن الكنترول اكتيفيتي. أربعة إنها information and communication، خمسة إنها monitoring، وبالتالي حط البروسيس وفسرتها بعدين. يبقى تعريف الانترنال كنترول من وجهة نظر السي او اس او حفظ لأغراض السيف النهاية. إز ا بروسيس. ولو قال لك ليه قالت عليها بروسيس تقول له لأن الانترنال كنترول بيتقسم أكوردنج بتعريفها إلى 5 كومبوننت، خمسة كومبوننت. كنترول انفايرمنت ده اول كومبوننت. يعني ايه يا جماعه كنترول انفايرمنت؟ بيئه الرقابه. مهما كان عندك رقابه داخليه قويه لو البيئه الرقابيه في الشركه مش صالحه او مش جيده يبقى ما عندكش رقابه داخليه. ده هياثر كتير على الرقابه الداخليه. ريسك اسسمنت لو انت عملت رقابه داخليه من غير ريسك اسسمنت وريسك مانجمنت ما عندكش اداره للمخاطر. ما هو انت يا جماعه بعد ما بتعمل اسسمنت للمخاطر اللي على الشركه الداخليه والخارجيه بتحدد ايه الويكنس بوينت اللي هتعمل عليها رقابه داخليه. يبقى ازاي عندك رقابه داخليه وانت ما عملتش ريسك اسسمنت اصلا؟ يبقى اكيد عندك مشكله في الرقابه الداخليه. ثلاثه الكنترول اكتيفيتي او الكنترول بروسيجرز اللي احنا بنقول عليها ديت اللي كل الناس مشغوله بيها عشان كده احنا كسي او اس او تميزنا عن الاخرين بيها. فدي بالنسبه لنا 1 كومبوننت بس. ثلاثه انفورميشن اند كوميونيكيشن. يعني ايه؟ يعني حضرتك لو انت عندك بوليسي ما بلغتهاش للموظفين يبقى انت
يبقى انت المشكله في البوليسي ولا المشكله في الكوميونيكيشن؟ اه يبقى عايزين ندرس الانفورميشن اند كوميونيكيشن. عشان كده يونت 13 عندنا بيتكلم على الاي تي عشان الانفورميشن والكوميونيكيشن دي انهانس بايه؟ النولج اللي عندك فيها. اخر حاجه كوميونيكيشن، لو انت عندك بوليسي وبوليسي وما عندكش حد يتابع او يتاكد ان البوليسي دي تتطبق يبقى انت ايه؟ عندك مشكله في الانترنال كنترول. حتى لما عرفنا الكوميونيكيشن قال لك هو كنترول اوفر كنترول. كنترول اوفر كنترول، يعني ايه؟ عملت قانون، مش لازم حد يقول لي احنا بنطبق القانون ولا لا، فده كنترول اوفر ايه؟ الكنترول نفسه. فدايما خلي بالك من الكي وورد بتاعتك وانت بتذاكر في السي ام، يبقى انت بتعمل كنترول اوفر كنترول، ده اسمه المونيتنج. فعشان كده قالت على ايه؟ لما عرفت الانترنال كنترول قالت لك از ا بروسيس. ما اتكلمتش عن الكومبوننت، هو البروسيس كان قصدها بيها ايه؟ انها كومبوننت. قال لك هي بروسيس افكتد باي، يعني متاثر بمين؟ افكتد باي تلاته. القانون قال لك ان الانترنال كنترول ده هي بروسيس بتتاثر بتلاته، المانجمنت او البورد اوف دايركتورز، البورد اوف دايركتورز والمانجمنت واذر بيرسونال. القانون قال لك او السي او اس عرفت الانترنال كنترول كده، قال لك هي بروسيس وهكتب لك هنا بين قوسين يعني انها فايل كومبوننت. خلي بالك قال لك افكتد باي البورد اوف دايركتورز، يعني البروسيس دي بتتاثر بمين؟ البورد اوف دايركتورز. وهندرس مين هم البورد اوف دايركتورز، مين هم اعضاء مجلس الاداره، وايه دورهم في الموضوع، والمانجمنت المدير المالي والمدير الاداري والمدير مش عارف مين والسي اف او والسي او، كل المانجمنت بيتاثر بيهم الايه؟ البروسيس دي وبيأثروا فيها. وأذرز إف ريكوايرد، يعني لما قال لك أذرز كان قال لك إيه؟ يعني عشان لو في عندهم اشتراطات أخرى. ما أنت لو شركة بابليك ممكن يكون عندك اشتراطات نهاية سوق المال مثلا على الرقابة الداخلية، تقارير معينة. يبقى برضه الانترنال البروسيس بتاعت الانترنال كنترول بتتأثر بإيه؟ بالأذرز دي. يبقى المهم يا جماعة مش إنك تحفظ التعليم بس وتعرف كل اللي كاتبة فيه هتجاوب تقول فيها إيه؟ طيب ماشي، بروسس بتتاثر بالثلاثه دي، بنعملها ليه؟ ليه بنعمل بروسس او ليه بنعمل رقابه داخليه؟ قال لك تو بروفايد ريزنبل اشورنس حط خط تحت كلمه ريزنبل اشورنس. قال لك احنا بنعمل البروسس دي اللي بتتاثر بالثلاثه دول عشان ناخد ريزنا ونشتري تاكيد مقبول. عكسها ايه يا جماعه؟ ابسولوت اشورنس تاكيد مطلق. قال لك مش حاجه اسمها ابسولوت اشورنس، مهما كان عندك رقابه داخليه قويه مش ممكن اقول لك ان احنا ما عندناش اخطاء ولا غش. قد يكون صح؟ وبالتالي القانون والمعايير والسي او اس او عارفين انك مهما كانت قوه الرقابه الداخليه فهي هتديك في الاخر ايه؟ ريزنبل اشورنس. عشان كده هي واضحه في التعريف. قال لك ما تقلقش يعني مش هنفوتك لو لقينا غلط. مش هنفتنك لو لقينا فرود، لان الطبيعي ان الايه؟ الانترنال كنترول بيديني ريزنبل اشورنس. يعني ما اقدرش اقول لك انا عندي رقابه داخليه وما عنديش سر مش حاسس انها كده. طيب ليه يا جماعه مش حاسس انها كده؟ لان يا جماعه الانترنال كنترول دي ليميتيشن، وتفتكر الكلمه دي. يبقى بين قوسين كده زي ما حطينا قوسين على الفايف كومبوننت، ريزنبل اشورنس دي تخليك تاخد بالك من الليميتيشن بتاعت الرقابه الداخليه. ليميتيشن اوف انترنال كنترول. يعني لو قال لك ان الانترنال كنترول في التعريف از ا بروسيس، تقول له ان انا عندي فايف كومبوننت كنترول انفايرمنت بيز الرقابه وريسك اسيسمنت وكنترول اكتيفيتي نحفظهم مع بعض وانفورميشن اند كوميونيكيشن ومونيتنج. خلاص؟ لو قال لك قول لي هي ليه بروسيس؟ افكتد باي الثلاثه دول اللي دول القائمين على نظام الشغل. ليه بتدي ريزنبل اشورنس دون ابسولوت اشورنس؟ لان عندي ليميتيشن للرقابه الداخليه. يعني ايه يا جماعه ليميتيشن؟ محددات لقوه الرقابه الداخليه. مهما كانت الرقابه الداخليه قويه هي ليها ليميتيشن.
يعني قول لي العربيه بي ام جميله بس ما بتطيرش، هي الليميتيشن بتاعتها تمشي على الارض، يعني مش عيب في قدراتها انها ما بتطيرش، ولكن ايه؟ محددات اسمها ليميتيشن. فالرقابه الداخليه مهما كانت قويه فهي ليها ليميتيشن اصلا. يبقى احنا متفقين ان في كل الاحوال مهما كان عندنا رقابه داخليه في الشركه اكيد الرقابه الداخليه دي هتديني ريزنا بالمشروع وانا ابقى راضي، كلنا راضيين على فكره، يعني القانون مش هيعبر ان انت يعني عندك خطا، لكن اهم حاجه انك تدرس تاثير الخطا دوت على الرقابه الداخليه وتاثير الرقابه الداخليه على الخطا، وتحسن في الاجراءات الرقابيه عندك عشان تميتيجيت الخطا زي ما هندرس الريسك ونشوف الرقابه الداخليه بتعمل ازاي. طيب ليه برضه؟ عايز تدي ريزن للاشورنس دي؟ قال لك عشان نحقق 3 اوبجيكتيفز. تو اتشيف 3 اوبجيكتيفز. يبقى احنا يا جماعه بنعمل رقابه داخليه، بنعمل اجراءات، بروسس بتتاثر بالناس دي عشان تدي ريزن للاشورنس عشان نحقق بين ثلاث اهداف. تو اتشيف 3 اوبجيكتيفز. ثلاث اهداف، حفظ، مفيش هزار. مفيش هزار. ايه هم الثلاث اهداف اللي لازم نحفظهم مع بعض؟ هكررهم كتير في الكورس عشان لما تطلع من الكورس حافظهم، عشان لما في الامتحان كده احطهم ويحمد ربنا ان جالك السؤال ده. اتفقنا؟ ايه هم الثري اوبجيكتيفز بتوع الرقابه الداخليه اللي احنا بنقول عليهم حفظ دول؟ الهدف الاول افكتفنس اند افشنسي اوف اوبريشن، يبقى هدف بيتكلم عن الاوبريشن. ريلايبيليتي اوف فاينانشال ريبورتنج، حاجه بتتكلم على القوائم الماليه فاينانشال ريبورتنج. كومبلاينس وذ لو اند ريجوليشن، كومبلاينس اللي هو ايه؟ الالتزام بالقوانين واللوائح وكل حاجه. يبقى الثري اوبجيكتيفز بتوع الانترنال كنترول اتكلموا في ثلاث حتت. افكتفنس اند افشنسي اوف اوبريشن، ان العمليات بتاعتك لازم تدار بكفاءه وفاعليه. ريلايبيليتي وفاينانشال ريبورتنج، لما تعمل لي قوائم ماليه لازم تكون ايه؟ ريلايبل، يعني صحيحه، يعني ما فيهاش غش، يعني ما فيهاش اخطاء. واقعية بتعبر عن الشركة، بتعبر عن المركز المالي لها، صح ولا لا؟ ترفلكت المركز المالي والنشاط، دي اسمها ريلايبيلتي اوف فاينانشال كومبلاينس. الالتزام وذ لو اند ريجيليشنز، الالتزام بايه؟ بالقوانين والتعليمات واللوائح والبوليسي والبروسيجرز والانترنال كنترول. يبقى تعريف الانترنال كنترول عندك تعريف حاجات ليها علاقة بالفاينانشال وحاجات ليها علاقه بالاوبريشن، ده الكيورد بتاعتك، وحاجات ليها علاقه بالكومبلاينس ويز لو اند ريجوليشن. تاني الانترنال كنترول اكوردنج للسي او اس او، تعريف الانترنال كنترول اللي خلى القانون ينبهر ويختار الجهه دي انها هاي ريكومندد عشان تلتزم بالانترنال كنترول. انترنال كنترول طبقا لتعريف السي او اس او از ا بروسيس. ليه قال عليها بروسيس؟ لانها خمسه كومبوننت هندرسهم. افكتد باي ثلاثه، احنا بنحفظ مع بعض. مانجمنت بورد اوف دايركتور اذر بيرسونال. ديزاين تو بروفايد ريزنبل اشورنس. ليه ريزنبل اشورنس؟ عشان عندي ليميتيشن. طب ايه الليميتيشن؟ طب دول الليميتيشن محددات. قال لك يا جماعه ما اقدرش اقول لك ان القوائم الماليه خياليه من الاخطاء والغش برضه، صعبه قوي الجمله دي، صعبه اديك تاكيد مطلق عليها. ليه؟ طبيعه الغش، هو انا خبير بصمات او خبير توقعات عشان اتاكد ان اذن الصرف ده اللي موقع عليه بالاستلام هو ده وجابه الحقيقي في البنك؟ صح ولا لا؟ يعني في محددات برضه ما انا مهما فحصت ومهما راجعت ممكن ما اكتشفش الاخطاء. صح ولا لا؟ دي من ضمن الليميتيشن. عندنا ثلاثة ليميتيشن بالمناسبة للرقابة الداخلية. عندنا ثلاثة ليميتيشن للرقابة الداخلية. هقولهم لك بسرعة كده وكده كده هتراهم تاني. الليميتيشن الأولاني للرقابة الداخلية إن ممكن يكون في سمبل ايرور، المحاسب غلط. ايرور يعني هنعمل ميستيك، خطأ. في التسجيل أو في الترحيل أو إلى آخره. مش معنى كده إن إحنا عندنا كارثة في الرقابة الداخلية. سمبل ايرور. صلحنا الخطأ وخلاص. وهندرس في المعايير في يونت 1 و2 و3 إزاي صح الخطأ. لانك لازم تصحح الخطا اسمها ايرور كوركشن اكوردنج لايه؟ للستاندرد بتاعتك. اكتشفنا غلطه في القوائم الماليه، لقينا عجز في الخزنه ولا زياده، هتصرف ازاي؟ في اجراءات حضرتك مشكله وخلاص، هنتكلم عنها.
يبقى اول اللي بيكشف في الانترنال كنترول ان انت عندك سيمبل ايرور خلاص مستيك مفيش مشكله خالص. تاني ليميتيشن ان انت ممكن يحصل كولوجن عليك فما انت ما تعرفش ان في خطا في الرقابه الداخليه. كولوجن يعني تواطؤ، ممكن يتواطؤ زي ما حصل كده في امريكا، تواطؤ الاداره مع الاوديتورز. انا كراجل بقرا الاقوال الماليه اعرف منين ان في كولوجن او تواطؤ، فده برضه من ضمن الليميتيشن في الرقابه الداخليه. يعني حضرتك اللي صرف الفلوس واللي استلمها الاثنين تواطؤوا مع بعض، انا هعمل ايه؟ مفيش فلوس اتصرفت اصلا. حضرتك استلمت اه ما صرفتش حاجه، وانت صرفت ما صرفت وبالتالي استلم، هعمل انا ايه؟ دي ليميتيشن. انا هعمل ايه؟ خلاص الاثنين تواطؤوا عليا، هعمل ايه؟ الحاجه الثالثه اللي ممكن المانجمنت يعملوا اوفر رايد على الكنترول نفسها. هديك مثال لطيف قوي. احنا عاملين حدود للصرف، اي خزنه ممنوع تصرف اكتر من 2000 دولار نقدا. اكتر من 2000 دولار في الصرف بشيل. اهو الترنال كنترول زي الفل. مين اللي حاطط التعليمات دي؟ المدير العام. دخل المدير العام على حضرتك وانت موظف الخزنه. قال لك اديني 2500 نقدا. هتعمل ايه؟ هتديله ولا هتقول له انا عندي تعليمات تقول ان ممنوع تصرف اكتر من 2000؟ لو انت اديته يبقى كده ايه اللي حصل؟ المانجمنت عمل اوفر رايد على الانترنال كنترول. يعني ايه؟ يعني تغلبوا على الرقابه الداخليه، تغلبوا على الادارات الرقابيه، قال لك لا الادارات الرقابيه دي مش معانا. زي كده ايه؟ حاجات كده احنا بنشوفها في الشركات. يقول لك انا مدير المالي ماليش حدود وصداقه. انا مش عارف اتش ار مانجر، انا باجي براحتي وامشي براحتي. ده يا جماعه لو هنعمل اجراءات رقابيه لازم نسمع الشركه. لازم الكبير والصغير يحترم. زي ما بنقول كده ان القانون يسري على كل الناس، الدستور يسري على كل المهنيين بلا استثناء، بنقول برضه ان التعليمات في الشركات لازم تسري على كل ما هو موظف جوه الشركه. بدات تتقاضى راتب مني ايا إن كان انت بتعمل ايه، يجب ان تلتزم بالتعليمات القانونيه. طب لو ما بتلتزمش بقى وانت عامل استثناءات، يبقى انت ما عندكش الفكر من غير ما دي الليميتيشن بتاعت الرقابه الداخليه. يبقى ده ثلاث كلمات الكيورد بتاعتك، اوفر رايد، المانجمنت اوفر رايد، كولوجن، تواطؤ، سيمبل ايرور. مش عايز دماغك الثلاث كلمات دول، واقراها بقى، اقرا عنها كتير في الكتاب. انا مش عايزك تفتكر في الامتحان اكتر من ثلاث كلمات دول، ده الكيورد بتاعتك. شفت يا جماعه التعريف كلمتين بس، شفتوا من ورا التعريف ايه؟ يبقى انترنال كنترول انا بسمع معاك عشان نحفظ مع بعض، از ا بروسيس. ليه قال عليها بروسيس؟ لانها خمسه كومبوننت بيتكونوا من ايه؟ كنترول انفايرمنت، بيئه الرقابه. قال لك دي ست زيتون اوف ذا كمباني، يعني ده النغمه بتاعت الشركه. يعني عندنا اجتماع الرقابه الداخليه، لو ما لقيتش الاداره الرقابيه بتحترم الاجتماع والبورد اوف دايركتور بيحترموا الرقابه الداخليه وما بيعملوش اوفر رايد عليها اللي هي الليميتيشن، تعرف ان البيئه الرقابيه ايه؟ جيده لعمل الرقابه الداخليه. تلاقي شركات كبيره قوي جايبه اكبر مكتب محاضره يعملها روسيا واوسيسرا، عملوا لها مش عارف تنفذه، لان المشكله مش في البوليس، المشكله فين؟ في الانفايرمنت. عشان كده السي او لسه واقفه ذكيه جدا، قال لك لا ده الانفايرمنت دي اساس عندي في الرقابه الداخليه. لازم لو انت عايز تقول ان انا عندك انترنال كنترول قوي، بص بقى يا جماعه تاثير التعريف دوت على امريكا كلها. لو انت هتقرر ان عندك انترنال كنترول قوي، لازم يكون عندك انترنال كنترول في الكنترول انفايرمنت قوي، يبقى لازم تعمل اسسمنت للرقابه الداخليه في الكنترول انفايرمنت. وتعمل اسسمنت في الريسك مانجمنت، تتاكد ان هم عندهم اداره المخاطر، وتعمل اسسمنت للبوليسي والبروسيجرز اللي هي الكنترول اكتيفيتي، وتعمل اسسمنت للانفورميشن والكوميونيكيشن، وتعمل اسسمنت للمونيتورنج. انت بتقول انا عندي انترنال كنترول، يبقى حضرتك لازم تلتزم بالسي اس او، يبقى لازم تلتزم وتتاكد ان هم عندهم بروسيس، والبروسيس دي افكتيف في الخمسه كومبوننت، وبتاتشيف السي اوبجيكتيفز وبتاتشيف السلو اوبجيكتيفز. طيب بالمناسبه المونيتور اللي هي كنترول اوفر كنترول، مين اللي هيقوم بيها؟ قال لك انترنال اوديت. عشان كده يا جماعه لازم لو انت شركه بابليك تلاقي عندك انترنال اوديت ديبارتمنت. عشان كده يا جماعه البنوك تلاقي عندها انترنال اوديت. بالمناسبه الانترنال اوديت ده مسؤول عليه مونيتور، يعمل كنترول اوفر كنترول، يتاكد ان الكنترول بيتحقق. احنا عندنا بنقول ممنوع نصرف اكتر من 2000، يبقى لو قفش اي صرف باكتر من 2000 بيحطونا في تاني واحنا بنصرف، يبقى كده الاجراءات بتاعتنا ما بتتنفذش. شفت يا جماعه دور الانترنال اوديت؟ اليونت اللي جاي نص اليونت اللي جاي بيتكلم عن الانترنال اوديت بس،
كانك بتاخد السي اي بالظبط، معايير الايه؟ المراجعه الداخليه. ما هو دي المراجعه الخارجيه بتشتغل بالجاس والبابليك كامبري اكونتنج وبسايد بورد. الانترنال اوديت ليها معاييرها برضه. اللي هو المراجعه الداخليه هنتكلم عنها بالتفصيل، لان دور الانترنال اوديت في الانترنال كنترول دور قوي جدا وكبير جدا. لازم يتاكد لنا ان الخمسه كومبوننت بتوع الانترنال اوديت يا جماعه شغلته كبيره جدا. لازم يتاكد ان البروسيس مظبوطه وان الخمسه كومبوننت بتاعتك في الاعتبار وان الانترنال كنترول اللي موجود ده بيحقق ثلاث اهداف، اهداف ماليه واهداف اوبريشن واهداف كومبلاينس. عشان كده البنوك لما لقيت العبء كبير على الانترنال اوديت جلت، فتلاقي جوه البنوك في ايه؟ كومبلاينس ديبارتمنت، اوبريشنال فاينانشال. قال لك الانترنال اوديت بلاش عليه الكومبلاينس. ليه؟ لان الكومبلاينس بتاع البنوك كبير شويه. عندهم بقى بازل 1 بازل 2 عندهم شويه حاجات كده وتعليمات البنك المركزي كل يوم والتاني تعليمات وايميل. قال لك لا 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 احنا صعب قوي على الانترنال اوديت انه يكفر الادارات دي كلها. فخلي الانترنال اوديت مثلا لو اتفقنا ان هو يمسك الاوبريشنال او الفاينانشال يبقى خلي اداره الايه؟ الكومبلاينس دي منفصله عشان الكومبلاينس دي اداره كبيره قوي. وراحت عامله اداره اسمها الريسك مانجمنت، اداره المخاطر. نخش كده بص على الادارات. عشان ايه؟ عشان الكومبوننت الثاني بتاع الرقابه الداخليه. قال لك برضه دي حته تقيله قوي، صعب نخليها مع فايف كومبوننت، دخلنا الريسك خليها في اداره لوحدها. يبقى خلت من الكومبوننت بتاعت الانترنال كنترول الريسك وعملت اداره، البنوك عملت كده وشركات كبيره عملت كده على فكره. سميتها اداره المخاطر الريسك مانجمنت، وحطيت لها ريسك مانجمنت عشان يعمل ريسك اسسمنت وياكد مع اداره الانترنال كنترول ان الريسك ديت متاخده في الاعتبار ما عليها كنترول. وهنتكلم عن مثال. وعملت اداره اسمها اداره الكومبلاينس وعملت الانترنال عشان تحاول تقفل التعريف ده، لان القصه تقيله قوي. الريسك الاداره كبيره جدا، لانك لازم اون جوينج اسسمنت للريسك سواء الانترنال والاكسترنال زي ما هنشوف مع بعض كمان شويه على بعض. لازم جوين بوينت، انا عايز حد فاضي متفرغ الحته دي. اداره الكومبلاينس ما ينفعش اخليها باي برودكت مع الانترنال اوديت لانها القصه كبيره شويه، وبالتالي هعمل ايه؟ هخلي اداره الكومبلاينس لوحدها. هخلي اداره الكومبلاينس لوحدها. عشان كده تلاقي في البنوك والشركات الكبيره انترنال اوديت، كومبلاينس ديبارتمنت، ريسك مانجر او ريسك ديبارتمنت اداره المخاطر، والانفورميشن سيستم الاي تي اللي هي الانفورميشن كوميونيكيشن، حطت الانترنال اوديت انفورميشن. عشان كده يا جماعه لما نيجي نسالك سؤال نقول لك هو الانترنال اوديت النطاق المراجعه بتاعه اكبر من الاكسترنال اوديتور ولا اقل؟ يعني انا كانترنال اوديت جوه الشركه وفي بيجي منها اكسترنال اوديت، ما هو ده يا جماعه التوازن الرقابي اللي احنا بنتكلم عنه. ما هو يعني ايه انترنال اوديت؟ الرقابه الداخليه. على فكره يا جماعه التوازن الرقابي ده لازم يكون على مستوى الدول. يعني مش عايز اعمل توازن رقابي بس على مستوى الشركات. ده التوازن الرقابي نفسه موجود على مستوى الدول. فبناخد مثال الدوله ونطبق على الشركه. الدوله ازاي تعمل توازن رقابي عليها وعلى مؤسساتها؟ قال لك بتستخدم اجراءات رقابيه مختلفه. او ادوات رقابيه مختلفه للرقابه على الايه؟ على الدوله. يعني مثلا يا جماعه بتعمل رقابه داخليه من خلال وزاره الماليه، فانا عين وزير اسمه وزير او وزاره ماليه، نعين وزير على الوزاره ديت يقوم بالدور الرقابي الداخلي، ده يعمل رقابه داخليه. يعني وزير احنا اللي معينينه يراجع على بقيه الوزارات، فانا كحكومه بطمن على شغلي ان انا ما عنديش اداره تسهقني. زي ما انا كده شركه وجبت مدير مالي عينته يراجع على بقيه الادارات، جبت انترنال اوديت يراجع على بقيه الادارات عشان اتاكد ان كل شيء تمام. على مستوى الدوله وزير الماليه هو الجهه اللي بتقوم بدور الرقابه الداخليه على الوزارات. طب الرقابه الخارجيه مين يعملها؟ قال لك الجهاز المركزي للمحاسبات. يقوم بدور المحاسب القانوني. يبقى في الشركات بعين انترنال اوديت واجيب محاسب قانوني اكسترنال. في الدول بعين مدير وزير ماليه واجيب له ايه؟ الجهاز المركزي للمحاسبات. فلازم يكون المحاسب القانوني او الجهاز المركزي للمحاسبات ده يكون ايه؟ مستقل. ما ينفعش يكون متواطئ، ما ينفعش يكون في كولوجن ما بينه وبين الايه؟ عشان كده يا جماعه لازم الجهاز المركزي للمحاسبات يكون متحرر من الحكومه. ما ينفعش يرفع تقاريره مثلا لرئيس الدوله. ده عيب رقابي رهيب. ما ينفعش رئيس الدوله يعينه. او لو عينه لازم ما يمنعش تقاريره عن جهه ثانيه محايده ملهاش علاقه بكل الناس دي.
هنا بقى عندنا مشكله. طب عندنا عملنا توازن رقابي داخلي، عيننا وزير ماليه يعمل لي رقابه داخليه زي الانترنال اوديت في الشركات، وعيننا محاسب قانوني خارجي الجهاز المركزي المحاسبات عشان يعمل رقابه خارجيه على الشركات. وحصل بقى رغي كتير في الحته دي وقسموها تقسيمات ثانيه كتير. يعني قال لك عندنا رقابه ثابته ورقابه لاحقه. اللي يعمل الرقابه السابقه وزير الماليه، اللي يعمل الرقابه اللاحقه هو الجهاز المركزي المحاسبات. فعلا وزير وزاره الماليه بقى بتحط مندوب من عندها في كل الوزارات في الشركه. كل وزارات الدوله تحط مندوب يعمل ايه؟ يراجع قبل الصرف، لازم يمضي كده قبل ايه؟ قبل اقيس عشان يتاكد انها ايه؟ طبقا للموازنه العامه للدوله وان الصرف موصوف على البند وزن البادجت بتاعته والكلام ده كله. فهي بتراجع قبل الصرف، يعني بتعتمد في الصرف يعني. طب وبعد الصرف؟ يجي بقى دور الجهاز المركزي للمحاسبات يراجع التقرير ويراجع القواعد الماليه والكلام ده كله. يبقى الجهاز المركزي للمحاسبات هو الاوديتور او الاكسترنال اوديتور على الدول. طب تقاريره المفروض يرفعها لمين؟ لاصحاب الشأن. هو اصحاب الشأن في الدول مش رئيس الجمهوريه ولا الحكومه اصلا، اصحاب الشأن هم مين؟ اللي دي جهه تنفيذيه. احنا بنتكلم دلوقتي على جهه رقابيه. مجلس الشعب. مجلس الشعب هو ممثل الشعب اللي هم اصحاب الموضوع اصلا. يا مجلس عشان كده لازم رئيس جهاز المركزي للمحاسبات يرفع تقاريره لمين؟ لمجلس الشعب، والا يبقى الدول فيها خلل ايه؟ رقابي. يبقى ما عرفناش نفصل ما بين الاداره التنفيذيه والاداره الرقابيه والاداره الرقابيه والاداره التشريعيه. الدول بتفكر كده، ولو انت عايز تعمل توازن رقابي لازم تشتغل كده، ولو انت عايز تستفاد من اللي احنا بنقوله في الرقابه الداخليه لازم تاسس دولتك على هذا الاساس. لازم تفصل ما بين القضاء وتفصل ما بين الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الشعب والحكومه تقوم بدورها وزاره الماليه. وزاره الماليه ده جزء من الحكومه. نفس الكلام اللي انا قلته بالظبط كوبي بس في ايه؟ في الشركات. نفس الكلام ده في الشركات. انا عايز اعمل توازن رقابي على مستوى الشركه. شفنا يا جماعه شفنا على مستوى الدوله الدنيا بتحصل ايه؟ طب تعالى نخش بقى على مستوى الشركه. عندنا شركات كبيره عملاقه، احنا دوله يا جماعه فينا 50 شركه عملاقه، طب احنا عايزين نحافظ عليهم عشان ما يحصلش زي ما حصل في امريكا سنه 2001. عايزين نحافظ على التوازن الرقابي في الشركات دي، والا ننهار زي ما امريكا كان عندها مشكله وصلت للتريليون، يعني بقينا بنتكلم في ارقام غريبه جدا. نعمل ايه؟ نعمل توازن رقابي على الشركات البابليك، ده الحل الوحيد. وناخد نموذج الدوله ننزل بيه على مستوى الشركه، نموذج مصغر. طب نعمل ايه؟ قال لك نعمل نعين انترنال اوديت يقوم بدور ايه؟ وزير الماليه. يراجع على كل الادارات. الانترنال اوديت في الشركات يا جماعه ليه ثلاث شغلانات مهمين جدا. يتاكد ان القواعد الماليه صح وبالتالي ليه مراجعه ماليه. يتاكد ان الاوبريشن مظبوط. الاوبريشن هو الانترنال اوديت هيراجع الاتش ار ومدير المشتريات ومدير على كل الشركه. لما هندرس يا جماعه في اليونت اللي جاي الانترنال اوديت كل ادارات الشركه تحت الانترنال اوديت ليه اكسس انليمتد اكسس. حتى تعريف الانترنال اوديت ده والسكوب بتاعه لما بنقرا مع بعض unlimited access over ايه؟ الديبارتمنت والاكتيفيتي والبرسونال، اي بني ادم، اي شخص، اي اداره تحت الانترنال اوديت. فالانترنال اوديت مش في الشركات عشان يتاكد بس من سلامه القواعد الماليه، ما هو في ناس فاهمه غلط يقول لك الانترنال اوديت ده المفروض يراجع على الاداره الماليه ما يراجعش عليا. ساعات اتش ار يقول لك كده او مدير المشتريات لما قاعد يقول لك كده يقول لك ازاي يعني هو ماله ايه؟ ده راجل الانترنال اوديت يراجع على الاداره الماليه. لا الانترنال اوديت بيراجع الاداره الماليه جزء من الشغل لانه واحد من الاهداف بتاعت القوه الداخليه. ولازم يراجع الاوبريشن، يعني ايه الاوبريشن؟ يعني الاتش ار والسيلز والبرشيزن، كل ادارات الشركه هي اوبريشن. لازم الاوديتور يراجع عليه ليه؟ عشان يتاكد من مدى الكفاءه والفعاليه، مش احنا بنقول افكتفنس اند افشنسي اوف اوبريشن، مش احنا بنقول ريلايبيلتي اوف فاينانشال اكتيفيتي، مش احنا بنقول كومبلاينس ويز جلوبال ريجوليشن. الانترنال اوديت لازم يتاكد ان الشركه بتطبق القوانين. يعني لو في قوانين ضريبيه لازم نلتزم بيها. لو في قانون مثلا خاص بالكواليتي والسلامه لازم نلتزم بيها. لو في تعليمات خاصه من وزاره البيئه لازم نلتزم بيها. مين اللي مسؤول جوه الشركه؟ موظف الشركه زي وزير الماليه كده، موظف الحكومه. مين اللي مسؤول انه يتاكد من الثلاثه دول؟ الانترنال اوديت. الانترنال اوديت لازم يتاكد من الثلاث اهداف دول متحققه. عشان كده يا جماعه لما ندخل نتوغل جوه قسم الانترنال اوديت زي ما هندرس تلاقي الانترنال اوديت المدير تحتيه ثلاث ادارات اساسيه. تلاقي في حاجه اسمها فاينانشال اوديت.
جوه تلاقي عنده بقى الشركات الكبيره اللي عندها انترنال اوديت بشكل ضخم، هتلاقي تحتيه تحت المدير في الاستراكشر كده في ثلاثه: فاينانشال اوديت، اوبريشنال اوديت، كومبلاينس اوديت. فاينانشال اوديت، اوبريشنال اوديت، كومبلاينس اوديت. فبجي انا سينيور، انا كراجل انترنال اوديت مانجر او بنسميه السي اي اي تشيف اوديت اكزكتيف زي ما الكتب وصفته، لازم ان الشيف اوديت اكزكتيف ده يكون تحتيه. لو انت بتعمل استراكشر اداري يعني انا عينوني في البوزيشن ده وبعمل استراكشر اداري، هجيب سينيور اديتور للفاينانشال اوديت، واجيب سينيور تاني للاوبريشنال اوديت، واجيب سينيور تالت للايه؟ للكومبلاينس. لان دوت لازم يكون فيه مواصفات الايه؟ الدقة والقوانين والاطراع والحاجات دي كلها على التعليمات والقوانين واللو ريجوليشنز اللي في الصناعه بتاعتنا. قانون البيئه وقانون حمايه مش عارف ايه وحمايه المستهلك، لازم اتاكد ان احنا كشركه ملتزمين بكل اللوائح والقوانين دي، والا الشركه اللي عندها مشكله. اثنين، لازم واحد يكون فاهم في الاوبريشن، مش مان بقى هنا قوي، لازم يكون فاهم في اداره التسويق لانه هيراجع على اداره التسويق. لازم يكون فاهم في اداره العمليات والمبيعات والمدير الاداري والاتش ار والموارد البشريه. لازم يا جماعه يكون عندي مدير هنا سينيور اديتور في المواصفات دي، لازم يكون فاهم في الاوبريشن كويس جدا. ولازم يكون عندي اوديتور، وهم الاوديتور اوريدي فاهمين قوي في الفاينانشال اوديت، وبالتالي ما عنديش ابدا مشكله ان انا عين سينيور في القسم ده. بس البنوك زي ما قلنا خدت اتجاه ثاني خالص، قال لك لا الحته دي لا نعملها اداره لوحدها. كانوا اذكياء اول حاجه، وفعلا عملوا التوازن للقوه. طيب احنا دلوقتي جوه الشركه عيننا انترنال اوديت عشان يعمل الكلام ده، وجبنا قانون اللي هو ايه؟ عامل زي جهاز مركزي الحسابات كده، قلنا له انت تعالى راجع على مدى سلامه القوائم الماليه. واللي خدنا بقى في القصه دي ان الاوديتور يراجع على القوائم الماليه من جاب ولا من بابليك كمباني اكونت اوفر سايد بورد، دخلنا بقى في القصه دي دلوقتي. فانا جبت اكسترنال اوديتور عشان يراجع على الناس دي، بما فيهم ان عندهم جوه اداره اسمها اداره المراجعه الداخليه اللي هي الانترنال اوديت. لازم يا جماعه المحاسب القانوني يجي لك يكون محايد، صح؟ ويعني انا ك ك ك كدوله او كشركه او كملاك للشركه ما ينفعش اخليه ايه؟ تحت رحمه المدير المالي، لان هو هيدي رايه على شغل المدير المالي. فلو المدير المالي اللي عينه او رفع تقريره للمدير المالي او المدير المالي عمل له شيك او حدد له ادعائه، يبقى انا عملت خلل في التوازن الرقابي. عشان كده يا جماعه بنلاقي الدول بتاعتنا فيها مشاكل لان عندها خلل في التوازن الرقابي. فلو لقيت في شركه خلل في التوازن الرقابي اعرف ان الشركه ايه؟ فيها شغل كتير، فيها شغل انترنال كنترول كتير، لان عندها خلل في المنظومه الرقابيه. اتفقنا يا شباب؟ طيب. عينا انترنال اوديت وجبناه في اكسترنال اوديتور بمواصفات معينه، لازم مين اللي عينه يرفع تقريره لمين ومش عارف ايه والكلام ده. نفس المواصفات يا جماعه للانترنال اوديت. قال لك طب البورد اوف دايركتورز هم اصحاب الشركه، زي الشعب ومجلس الشعب هم اصحاب الايه؟ الموضوع. هم الليله، هم القصه كل الناس اللي هتتكلم عليها اصلا، مش العكس. في الشركات مين اصحاب الدوله ولا الشركه؟ الشير هولدرز، الستيك هولدرز، كل واحد ليه مصلحه في الشركه دي هو يعني محتاج التوازن الرقابي ده. قال لك يبقى لازم الناس دي ترفع تقريرها. طيب دلوقتي الانترنال اوديت هيشتغل زي وزاره الماليه، يعمل توازن رقابي داخلي. الاكسترنال اوديت هيشتغل زي الجهاز المركزي للمحاسبات، يعمل توازن رقابي خارجي. فين الشعب؟ فين التقارير؟ الاثنين دول يرفعوا تقاريرهم مين؟ قال لك البورد اوف دايركتورز. زي ما الجهاز المركزي للمحاسبات ووزاره الماليه ترفع تقاريرها لمجلس الشعب، يبت هو ويفصل بينهم، وده اللي بيحصل وده اللي المفروض يحصل وما بيحصلش. نفس الكلام برضه لازم الايه؟ لازم الاكسترنال اوديتور والانترنال اوديتور يرفعوا تقاريرهم لمين؟ للبورد اوف دايركتورز. ما هو خلي بالك برضه انت عندك نفس المشكله في الانترنال اوديت. ما هو موظف وهيرفع تقرير على الايه؟ على بيئه الادارات، فلازم تحرره. لو ما حررتوش هقول على الاتش ار وحش، هيزعل مني بقى ويخسرني، هقول على المدير المالي وحش، هيعطل لي الوهله بتاعتي ومش عارف يضايقني ويضايق الاقتصاد بتاعي. لازم احرر الانترنال اوديت والاكسترنال اوديت عشان اخليهم يبداوا يبدوا رايهم بمنتهى الحياديه من غير اي مشاكل. اه يبقى لازم البورد، يبقى لازم الاثنين دول يكونوا ريبورتد لمين؟ للبورد اوف دايركتور. طب احنا في مستشفى البورد اوف دايركتور بتاعها مين؟ دكاتره، ما بيفهموش الكلام اللي بقوله ده. طب لو احنا في شركه هندسيه البورد اوف دايركتور مين؟ مهندسين، ما درسنا الحاجات دي اصلا. قال خلاص البورد اوف دايركتور دول يعملوا سب كوميتي منهم كده، يعني ياخدوا منهم احنا مثلا 10 بورد اوف دايركتور.
ناخد مننا ثلاثة أربعة نسميهم الأوديت كوميتي. إيه الأوديت كوميتي دي؟ دي سب كوميتي من البورد أوف دايركتورز، يعني اخترنا ثلاثة أربعة فاهمين في الكلام ده كويس وممكن نستعين بأفكار خارجية أه عادي مفيش مشكلة. عملنا الأوديت كوميتي، الأوديت كوميتي دي إنها تحافظ على الحياد الكامل للإكسترنال أوديت والحياد الجزئي للإنترنال أوديت لأن هو في كل الأحوال هو برضه موظف عندنا. يبقى هنيجي احنا كاعضاء مجلس الاداره هنطلع فينا ثلاثه اربعه ونقول يا اوديتور سواء انترنال او اكسترنال ارفع دعائك لمين؟ للثلاثه اربعه دول. احنا مهندسين مش فاهمين انت بتقول ايه؟ مش فاهم يعني ايه رقابه سابقه ولاحقه؟ مش فاهم انا الحته مش قادر استوعبها، انا راجل مهندس، انا راجل دكتور، ما خدتش الحاجات دي. فهنشوف مين فينا كبورد اوف دايركتور بيفهموا في الكلام ده ونسميهم الاوديت كوميتي. والاوديت كوميتي دول زي ما هنتكلم معاهم صار كوميتي من البورد اوف دايركتورز هم اللي بيعينوا الاكسترنال اوديت هم اللي بيحددوا اتعابه هم اللي بيمضوا البلان بتاع الانترنال اوديت وهم اللي بيستقبلوا تقاريره وبالتالي بعدنا الانترنال اوديت والاكسترنال اوديت عن الاداره الماليه وبقيه الادارات عشان نحررهم عشان يقولوا رايهم بمنتهى النزاهه والموضوعيه. واضحه يا شباب؟ طيب احنا بقى كصاب كوميتي من البورد اوف دايركتورز هناخد منكم التقارير دي واحنا بقى باسلوبنا هنوصلها لمين؟ دي بقيه البورد اوف دايركتورز وبالتالي هنوصلها لكل الستيك هولدرز او كل من هو ليه مصلحه داخل الشركه. واضحه يا شباب؟ يبقى كده انت بدات تفهم مدى اهميه الرقابه الداخليه. كده انت لو بدات تقرا الورق او تقرا اي ماده علميه عن الانترنال كنترول المصطلحات اللي انا قلتها في المحاضره دي هتسهل عليك القرايه هتخليك فاهم احنا قلنا ايه؟ ما خدناش حاجات كتير على فكره. كل اللي قلناه كان ايه؟ هقولهولك في ثلاث دقايق. بدات القصه في امريكا من سنه 77 لما اصدرت عشان خمس شهور احنا تعبنا وخدنا حاجات كتير ما خدناش احنا كنا بندردش مع بعض. صديق وصديق. بندردش مع بعض. احنا لسه ما عدناش لسه ما عدناش احنا لسه هنبدا ناخد المقدمه. احنا قلنا ان الانترنال كنترول بدا سنه 77 لما هي اصدرت قانون اسمه فورين كورت براكتس اكت انا بعيد عشان يراجع منه حاجه ما كانش مركز يركز بدات القصه بالفورين كورت براكتس اكت كان في ثلاث حاجات فاكرينه قلنا ان الشركات البابليك لازم يكون عندها انترنال كنترول ان لازم الشركات تكيب ريكورد فتره كافيه دي ريفليكت الفاينانشال سيستم بتاعتها وان هي اتكلمت عن الرشوه ومنعتها على الشركات قبل كده انها تدي رشوه داخليا او خارجيا حتى وحطت شروط واتكلمت عنها بالتفصيل هنتكلم عنها برضه. الاوديت واعداد القواعد الماليه كان المانجمنت مسؤولين عن اعداد القواعد الماليه طبقا لمعاييرهم والاوديتور مسؤولين ان هم يراجعوا القواعد الماليه طبقا لمعاييرهم ويقولوا القواعد الماليه فين ريبريزنتد ولا نوت فين ريبريزنتد وبتعمل عليها اوديت. طيب ايه نظام الرقابه الداخليه؟ مسؤول المانجمنت عن الرقابه الداخليه خصوصا لو شركه بابليك اكوردنج للقانون دوت، لكن الاوديتور مسؤولين عن الرقابه الداخليه بس عشان يقدر يطلع كواليتي اوف اوديت بروسيجر بتاعته. قررنا ان القصه دي مشكله سنه 2001 حللناها بقانون 2002 اسمه سيرفس اوكسيد اكت. سيرفس اوكسيد اكت عمل الزم المانجمنت بشويه حاجات لسه هنتكلم عنها احنا بنقرا القانون والزم الاوديتور بشويه حاجات ثانيه. زود ريسبونسابيلتي مور ريسبونسابيلتي في الاوديتور اند مانجمنت. ماشي هنتكلم عنها بالتفصيل لكن حصلت له مشكله واحنا بنحكي القصه دي. قال لك ما عندناش مشكله مع الجاب خالص ولا هنتكلم عنها. مشكلتنا كلها في الاوديتور انه ما يعملش اوديت فقط على القواعد الماليه لازم يعمل انتجريتد اوديت. يقول عن القواعد الماليه انها فيرلي بريزنتد او نوت فيرلي بريزنتد ويقول عن الانترنال كنترول ان هو ايه؟ افكتفنس او نوت وبالتالي عشان يعمل الكلام ده بكفاءه لازم يلتزم بمعايير بس هنا الجهاز مش هتنفعني في مرحله الشركات البابليك هضطر اصدر تعليمات او ستاندرد او معايير جديده للمراجعه اسمها البابليك كومباني اكونتنج اوفرسايت بورد هي اللي هتعمل الانتجريتد اوديت دي هتصدر تقرير تقول فيه القواعد الماليه تدي رايها على القواعد الماليه وفي نفس التقرير او في تقرير مفصل ما عندناش مشكله تقول ايه اخبار الرقابه الداخليه هاجوا الاوديتور في امريكا وقال لك طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ انهم التزموا بتعليمات السي او اس. السي او اس هو اللي فيها رقابه داخليه قالت لك ايز ابروسس. ليه قالت ايز ابروسس؟ لانها فايف كومبوننت. كنترول انفايرمنت بيئه الرقابه جزء لا يتجزا من الرقابه الداخليه.
ريسك اسسمنت، جزء لا يتجزا، اداره المخاطر جزء لا يتجزا من الرقابه الداخليه، كنترول اكتيفيتي او كنترول بروسيجرز او بوليسي بروسيجرز زي ما انت عايز تقول، جزء لا يتجزا من الرقابه الداخليه، ومش هي كلها الرقابه الداخليه. انفورميشن اند كوميونيكيشن جزء لا يتجزا، مونيتورنج جزء لا يتجزا. الكلام ده البروسيس دي بتتاثر بثلاث افراد، البورد اوف دايركتور والمانجمنت والاذر بيرسونال، احنا بنحفظ اهو عشان تخرج من هنا مخلص. بنديزاين الكلام ده عشان ناخد ريزنبل اشورنس، نوت ابسولوت اشورنس، عشان عندنا ثلاثه ليميتيشن للرقابه الداخليه. اوفر رايت، كولوجن، سيمبل ايرور. عشان نحقق بيهم ثلاث اهداف. ريلابيلتي وفاينانشال ريبورتنج، وهنعمل عليها فاينانشال ريبورتنج عشان نتاكد ان الهدف اتحقق. effectiveness and efficiency of operation، وهنعمل عليها operational audit عشان نعمل توازن رقابي اللي قلنا عليه. compliance with law and regulation، وهنعمل عليها compliance audit عشان نعمل التوازن الرقابي اللي قلنا عليه. في ضوء الكلام دوت اضطرينا نعين internal audit department، واضطرينا نعمل حاجه اسمها audit committee sub committee من board of director عشان نعمل نبدا نكون الشكل الرقابي للشركه الكبيره اللي احنا خايفين انها يحصل لها مشكله دي. مش حاجه كده يعني، بس كده نبدا بالكلام. بس قبل ما نقفل، بس عايز اقول حاجه، لو مسكت الكفر بتاع الورق هتلاقي فيه ثلاث حاجات. هتلاقي فيه اول، يبقى يونت 12 فيه ايه؟ في اول ثلاثه كومبوننت للرقابه الداخليه. يونت 13 فيه ايه؟ اللي معايا يونت 13 هتاخدوه دلوقتي. في الانفورميشن اند كوميونيكيشن والانترنال اوديت. يبقى التو يونت دول فيهم ايه؟ اليونت الاولاني بيتكلم على حاجتين، الكنترول انفايرمنت والكنترول بروسيجرز والليجال اسبيكتس اوف انترنال كنترول. يعني ايه الكلام ده؟ اللي هو قانون 77 و2002 وسيرفس اوسري. يبقى احنا في يونت 12 بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم على القانون اللي هو الحته اللي على البورد دي، وبنتكلم على اول ثلاثه كومبوننت في الرقابه الداخليه، وبنعرفك مين هم البورد اوف دايركتور ومين هم الاوديت كوميتي وايه الفرق بينهم، وندردش معاك على كل كومبوننت في الرقابه الداخليه الثلاثه دول بناخدهم بالتفصيل. وده موضوع كبير، لان احنا بنتكلم على بوليسي وبروسيجرز، ازاي اعمل انترنال كنترول على ايرادات الشركه كراجل مدير مالي، خصوصا افترض ان انا اعمل رقابه ماليه على كل ايرادات الشركه. حلو قوي، انا هنزل هنقعد بقى نمسك اداره اثنين ثلاثه كده ونقعد نشتغل عليها. طبعا الموضوع ده عندكم اخف بكتير من الناس من بتوع السي تي، لان السي تي